فني الشباب بتلقى بهل سيدخل المباراة بتعداد ناقص في ظل غياب علي ريال كماليس لوزين الدين مكاوي، فيما المعنويات مرتفعة بعد التأهل المحقق في الكأس أمام مولودية العلمة. أما من جانب شباب قسنطينة فإن وفد سياسي واجه العديد من الصعوبات، بداية بطريقة التنقل التي كانت برا من قسنطينة إلى العاصمة بعد إلغاء الرحلات الجوية بسبب رداءة الأحوال.